اسمحني سيدي الرئيس أن أقول لكم أنني أمثل الجماعة التي تعبر عن خبايا ومشاكل العالم القروي بامتياز. لن أستعرض في أرض المطوالة هذا الشؤون أو المشاكل التي يزالت أعرف بجماعة التي تمديها قبل أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد المحترم كان صاحب الجلالة أحمد بن زكريا المليوني، ولا ألوح لشخصيه بالغرور بقدر ما لمسناه في شخصيه من قوة ورغبة في عمل وإصلاح وطموح دائم. هي مشاريع سجلها بشخصية التاريخ بهذه الجماعة، وهي مشاريع كذلك ستشهد لكل المتدخلين الخارجين منها جهة سوسمسة على ما قمت به من فتح وبناء طرق لهذه الجماعة. فالسيد الرئيس المحترم إذا قال زميلي ممثل بلدية تنزيكان، لأن بلدية تنزيكان تستقبل أفواج العمال، فهذه الأفواج إن قال في كلمته أنها لن تجد مكان إيواء مميت، فلا بأس أن أقول لكم بأن جماعة أولاد دعو تحولت إلى فيل دوغتوار. بمعنى أن المشكل تحول من خشيشات وطراز وما شابه ذلك، لا أدري بالإحياء، إلى أولاد دعو. وهذا ساهم ومع كامل الأسف في تفريغ دائرة التقسيم العشوائي والبناء السري، خاصة في الدواوير، يعني التجمعات السكانية، خاصة الإحادية للطريق الوطني رقم 10 من طريق التوفري وسائل النقل البوس. لهذا طلبي وجهي في مساعدة هذه الجماعة في تمويل دراسة خاصة بإعادة التهيئة أو ما يمكن أن نسميه بإعادة تصاميم أو إعادة الهيكل لهذه الأحياء، وهذا شيء أكيد وبصفة استعجالية.